بسم الله الرحمن الرحيم. شيف عرب جروب معدات على نبل الدواجن. كلام النهارده عن النبل الصيني في 35 درجه. طبعا هنكمل فيديو. هنتكلم النهارده عن النبل الصيني. يعتبر ارخص نبل موجود في مصر، ويعتبر يعني ايه من وجهه نظري يعني جودته معقوله جدا جدا. طبعا هو بيجي بالشكل ده، الكرتونه بتيجي فيها 2400، والباكج زي ما احنا شايفين كده ده بيجي فيه 100، يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه كده. نبله معقوله، مش يعني جودتها كويسه جدا بالطريقه اللي احنا شايفينها ديت. ادي النبلايه، طبعا فيها البوش اللي من هنا. طبعا النبلايه سعرها يعني سعرها كويس جدا، يعني سعرها تقريبا يعني 2 جنيه 75 قرش، وده طبعا يعتبر اقل سعر موجود في مصر. فنبلايه كويسه معقوله. طبعا شايفين احنا البوش اللي هنا اهو، فيها بوش ايه؟ فيها بوش هنا ال 180. هوريكم ال 180، خليكم معايا دقيقة واحدة اجيب النبلاية 180. قرب كده شوية، بس ده دي نبلاية 180 تركي، ودي النبلاية اللي هي الصيني. طبعا البوش هنا ايه؟ كبير شوية، تمام؟ واضح اهو. دي النبلاية اللي هي الصيني، النبلاية اللي هي ال 160، سعرها 2 جنيه 75 قرش. نبلاية كويسة، ونبلاية هتشتغل يعني، مش هتقول لا. طبعا موجود عندنا طبعا انواع كثيرة من النبل. طبعا موجود عندنا النبل اللي هو الصيني، اللي هو الكاوتشا او جلده، تمام. موجود عندنا النبل الستانلس 360 درجه، وموجود عندنا النبل اللي هو الستانلس البلاستيك قلب ستانلس الاصفر التركي، وعندنا انواع مختلفه كتير من النبل يعني. طبعا احنا في عرب جروب طبعا بنحاول نجيب كل الانواع اللي موجوده في السوق المصري، تمام، بحيث ان يبقى موجود عندنا كل حاجه. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. عرب جروب، معدات عنابر الدواجن.